القرارات الاقتصاديه يعني اللي اتخذتها الحكومه مؤخرا يعني كلها بتقول لحضرتك انه الاداره المصريه متوقعه ان احنا الوضع ده احنا مكملين فيه شويه، يعني مثلا تاجيل المشروعات اللي فيها مكون دولاري، ترشيد النفقات الحكوميه، خلاص الاداره كده بقت فاهمه ان احنا على وشك ان الحرب دي هتستمر فتره طويله وهنتاثر بيها، والتاثر هيجي يعني هيضيف علينا مزيد من الاعباء، وعشان كده الحكومه ما يعني بتبادئ وبتسبق اكتر. خد بال حضرتك انه احنا ما زلنا واحنا بنتكلم دلوقتي ما زلنا على يعني بداية أول سلمة في سلم التصعيد ده والضغوط الاقتصادية دي، خاصة هنبدأ نطلع بقى السلم ده لو بدأنا نشوف ضغوط اقتصادية أو يعني ضغوط اقتصادية ناتجة عن امتداد الحرب على المستوى الإقليمي. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على حرب جوه فلسطين أو حرب جوه غزة، لو شفنا الوكلاء الإقليميين بتوع إيران بيشتركوا في الحرب بشكل واضح وصريح، ويعني نتمنى يعني إنه ده ما يحصلش، هنبدأ نشوف ارتفاعات كبيرة جدا على أسعار السلع الأساسية مدفوعة بالارتفاعات على أسعار النفط، حتى لو ما حصلش على فكرة. انت برضو بتفرق هنا، وارجع نقطة قلناها قبل الفاصل، ما بين ضغوط اقتصادية هتجيلك بالتبعية وما بين انه هيتضغط عليك بالاقتصاد. ايوه صحيح يا فندم. بصي حضرتك، احنا 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 يعني اللي حصل اليومين اللي فاتوا وضح للناس كلها انه مصر داخلة في يعني معركة أيوة. مش بس على الحدود، ومش بس ان هي ارضها مهددة، لا الارض دي مهددة بسبب الوضع الاقتصادي ده. خلاص احنا خلصنا، انا بقول لحضرتك بقى ان احنا كمان جالينا ضغوط من الخارج بسبب اللي بيحصل في الاقليم. اللي بيحصل في الاقليم كل شويه هيتصاعد معانا لو دخلنا فيه، وده يقول لحضرتك برضو انه احنا لازم نكون مستعدين الفتره الجايه، عشان كده بقول لحضرتك انه يعني الاداره المصريه وخاصه يعني وزاره الماليه على راسها لازم تبقى برو اكتف، يعني بتبادئ، ما مش هننتظر. هتعمل ايه يعني عشرات الحاجات عند حضرتك، مثلا يعني برنامج الطروحات يتسرع اكتر من كده بشكل واضح وصريح للغايه. الشركات يبقى في جرأة يعني يبقى بشكل واضح تماما. الشركات اللي عندي اللي مش واصله للبوتنشال بتاعها الكبير، يعني مش واصله لاقصى، حتى لو كانت رابحه ومش واصله لاقصى امكانيه ليها، اسرعها واشغلها. الشركات اللي فيها عليها كلام اسرع الدخول فيها، خاصه البورصه دلوقتي شهد ارتفاعات. تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ضغوط على صندوق النقد الدولي، بقى ضغوط سياسيه، ضغوط اقتصاديه، انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل مع الصندوق بحيث ان هو مع المراجعه بتاعته يقر حتى لو ما فيش اقرار بشروطه. انا عاوز اقول لحضرتك انه الخيارات عند مصر واسعه جدا، مصر دوله قويه للغايه، والعالم دلوقتي يعني معتمد على قراراتها في اللي بيحصل مصر لها دور كبير فيه. احنا بدل ما يبقى الضغط علينا احنا نحول الضغط، ننقل الضغط على الطرف الاخر. ومع ذلك انا ما زلت بقول لحضرتك انه ده كله يعني هيزيد، وده قرارات الحكومه واضحه تماما انه الضغوط الاقتصاديه في اتجاه الزياده. قرارات الحكومه بتقول انه احنا يا جماعه متوقعين ان احنا يتضغط علينا اكتر، وان الاقتصاد العالمي هيتازم اكتر، خاصه ان احنا معتمدين في يعني جزء كبير من اكلنا وجزء كبير من الطاقه بتاعتنا على الخارج. الاثنين دول هيجي عليهم ضغوط بسبب خطوط الامداد بتاعه النفط اللي ممكن تستهدف، وحتى لو ما استهدفتش المخاوف من اضطرابها كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله، وبالتالي المخاوف دي هتتسعر وهترفع اسعار النفط. حتى لو احنا ما شفناش امبارح ارتفاع او اول امبارح ارتفاع، هنشوف ارتفاعات مستقبليه، خاصه لو الحرب طولت اكتر وايران ووكلائها بداوا يتحرجوا اكتر قدام الجبهه بتاعتهم. هنشوف في الاول وفي الاخر ارتفاعات على اسعار السلع، خاصه ان اوبك بلس كمان التزمت بان هي هتثبت كميه الانتاج. اذا ثبتنا كميه الانتاج مع المخاوف دي هنشوف ارتفاعات على اسعار النفط، ارتفاعات على اسعار النفط هتسمع في ارتفاعات على اسعار السلع الاساسيه كلها، هتسمع في موجة تضخم جديدة، ربما نشوف انه الاحتياطي الفيدرالي بيعدل عن الاتجاه بتاعه بتاع تثبيت اسعار الفايدة، ونرجع لموجة لو انت عندك لسه روسيا واوكرانيا شغالة، بس العين ما بقتش متابعاها قوي، بس لا في ازمة تانية يا فندم، لسه روسيا النهاردة بتختبر اسلحة جديدة بتفكر العالم باللي بيحصل يعني، والضغوط يعني انا عاوز اقول لحضرتك ان وزير الدفاع الاوكراني امبارح اول امبارح كان لسه بيقول انه احنا يا جماعة الجبهة واقفة، ما عادش عارفين نعمل فيها حاجه. الشركاء الغربيين بتوعه قالوا عشان السلاح بقى بيروح لاسرائيل. انت ازاي بتقول التصريحات دي؟ الناس عاوزه تكمل في الحرب هناك وعاوزه تكمل في الحرب هنا. أيوة. وكمان في جبهه جديده بتتفتح في الصين وهكذا. العالم الغربي عارف حضرتك حاسس، احنا حاسين انه في نوع من انواع عدم الرشاده في الموضوع، يعني جبهات مفتوحه، الاقتصاد العالمي مش حامل الكلام ده كله، الاقتصاد العالمي هيدخل في موجه ركود تضخمي لو هذه يعني مش عاوز اقول والله الفاظ يعني غريبه، بس لو عدم رشاده ده استمر كتير.